نشوف رأي الناس ايه في موضوع التدين علشان نقدر نوصل لسؤال هذه الحالة اللي احنا دايما طول الوقت بنقول عليها ان الشعب المصري متدين بطبعه. الشعب المصري بقى بيقول ايه على الجملة دي؟ اكتر شعب متدين مصر، ويخاف الله ويحب الخير للناس، واكتر ناس تحب الناس. والله هي دي مقوله صحيحه، وان الشعب المصري متدين بطبيعته. هو متدين بالفطره طبيعي، يعني هو مفروض من زمان جدا، وان الشعب المصري معروف عليه السماحه وسماحه الاسلام وسماحه الدين لا دي خديعه، لا خديعه، لا 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 دي خديعه كبرى. على فكره هو مش متدين بطبعه، هو مش اصلا مش قد كلمته، يعني دايما بيقول حاجات ما بيعملهاش، ايه فايده ان هو يقول كده اصلا؟ طبعا الشعب المصري متدين بطبعه، اللي احنا مرينا بالديانه القديمه وبعدين الديانه المسيحيه وبعدين الديانه الاسلاميه، فاحنا فينا روح دينيه فعلا. متدين هو فعلا، احنا الشعب المصري بفضل من الله سبحانه وتعالى، اللي بفضل من الله زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا كلنا متماسكين في بعضنا. بيعرف ربنا سبحانه وتعالى بدون املاءات او بدون حاجه، لا من 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 7000 سنه هو فعلا متدين بطبيعته. طبعا الشعب المصري من يوم ما اعتبر دخل الدين الاسلامي في مصر في عهد عمرو بن العاص وهو ملتزم. دي مقولة احنا سامعينها، بس الموضوع ده ما بيحصلش غير يوم الجمعه في شهر رمضان بس. متدين بالاخلاق، اهم حاجه الاخلاق، نمتاز بالاخلاق والرجوله والشهامه للشعب المصري.